ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، الكلاب الضالة، هذه الظاهرة مستمرة في العراق. هذه الظاهرة باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان من خلال مهاجمة قطعانها للناس أثناء تجولهم، فضلاً عما تحمله من أمراض معدية لا تواجه بشكل حازم من قبل الحكومة لتقليل خطرها على المجتمع. هذا ما يقوله نشطاء عراقيون، قالوا إن الحكومة مهملة في كل شيء بالعراق الذي يصفه أهله بأنه يعيش بالقدرة الإلهية فقط. لنشاهد معا مهاجمة مجموعة من الكلاب لعائلة نقلت ابنها لطوارئ إحدى المستشفيات في العراق ليلا. ها هي اللقطات التي تظهر أمامكم وهي مرصودة من إحدى كاميرات المراقبة، وفيها يبدو عدد من الأهالي كانوا متجهين بابنهم إلى طوارئ إحدى المستشفيات واعتدت عليهم بعض الكلاب الضالة. لا نعلم من في خلفية هذا المقطع الذين يشاهدون هذا المقطع المصور، استمعتم إليهم وهم يضحكون. عموما مثل هذه المشاهد لا تبعث على الضحك بقدر ما تبعث على الألم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العراق، حتى أن العراقي لا يأمن على نفسه من الكلاب السائبة والضالة حينما يود أن يذهب لقضاء مصلحة ما في الليل أو في النهار.